هو محابي للحكومة؟ لا إن شاء الله ما إحنا محابين ولا نكون محابين. ليش قلت لا إن شاء الله؟ لأن يعني غالبا يعني أداء الحكومة غالبا ما يكون أداءها سيء ورتيب، وفي غير مستوى الطموح ناهيك عن كثير ما يكون فيه فساد. فأنا ما أقبل على نفسي ولا أقبل على إخواني أن نكون إحنا بصف هذا السوء وهذا الفساد سواء في الحكومة أو الوزراء. أبو عبد الوهاب، ما تتوقع أن التعاون يؤدي إلى الإصلاح؟ التعاون يؤدي الإصلاح، أنت ما عندك مشكلة، أنت تمد يدك للتعاون، لكن قاعد تشوف نتيجة، ما قاعد تشوف نتيجة للأسف. في أحياناً يعني يفسر التعاون في المستقبل. أحياناً يفسر التعاون حماية للفساد، هذه مشكلة. ما نمشي على التفسير، نمشي على الأداء. الأداء هذا، إحنا أعطيك مثال، أول ما في مجلس 2008 أنا أتكلم عن تجربة، وطبعاً الكلام الواقعي غير عن التنظير. أنت الحين قاعدين ترى كل من ينظر الحين وكلها، أنا خلنا نتكلم عن حقائق مضت أدلل فيها على كلامي. في مجلس 2008 لما نجحنا، من أول ناس توقع الأزمات اللي عشناها خلال 3 سنوات وحذر منها؟ ترى احنا التجمع السلفي. شو اللي حذرتوا منه؟ رحنا حق صاحب سمو الأمير، طلبنا منه عدم تكليف سمو رئيس وزراء الشيخ ناصر بالحكومة، وكان سببنا قلنا. بس الأستاذ خالد السلطان أثنى عليه عند استلامه حقيبة سمو رئيس مجلس الوزراء. كان كمل داح ما شاء الله ما يخليك تكمل. تفضل. فأنا بقول لك يعني، فإحنا رحنا حق صاحب سمو قبل لا يكلفه، وقلنا يا طويل العمر إنه لو كلفت الشيخ ناصر، إحنا حسب قراءتنا للساحة السياسية والكتل والتهديدات، إنه راح يؤدي إلى اضطراب، تأزيم، وراح نعيش في مشاكل، وما راح يكون في استقرار، وبالتالي عدم الاستقرار السياسي هو اللي يوقف تنمية ويوقف الإنجاز ويوقف أي تقدم في البلد. وفعلا ما توقعناه من 3 سنين هو اللي حصل. الآن شنو اللي حصل 3 سنوات؟ راح يعني كل أنواع التأزيم والمشاكل صارت 3 سنوات، هذا اللي احنا توقعناه. عفوا، جينا احنا ب 2008 حاولنا نتعاون، لقينا الحكومة للأسف ابدا يعني ما عندها يعني ذاك الاداء. اول ما يعني شهر 6 ب 2008 في اول اسبوعين من المجلس جت الحكومه تبي تمشي على ان الميزانيه 19 مليار اكبر ميزانيه في تاريخ الكويت بدون نقاش، في جلسه واحده تبي تذكرها على انها كر. وبعدين جتنا طبعا صار في عطله، واي استجواب كانت تهرب وتستقيل. فبالتالي انت التعاون على شنو؟ التعاون على حكومه قويه، حكومه تملك نفسها، تملك قرارها، مو حكومه متراله. انت فاذا كانت الحكومه بمستوى التعاون تعاونوا اياها، ليش لا؟ استاذ عبد اللطيف، انت ذكرت ان ما تبشرتوا خير عند تولي سمو رئيس مجلس الوزراء ناصر محمد، وتكلمتوا صاحب ناصر محمد، ناصر محمد وهذا الاستاذ احمد باغر كان في حكومته. بعدين دش بالحكومه نفسها. اللي حصل، انا اقول لك اللي حصل، احنا قبل ان يكلف اعترضنا وتوقعنا هذا الشيء، لكن وقلنا حق صاحب السمو وان كلف فاحنا راح من البدايه نبدا بحسن نيه بصفحه جديده. زين، بس اخوي ابو عبد الوهاب، انت قلت بالبدايه ان احنا اللي ما يتعاون ويانا ما نحط ايده بيده كتجمع سلفي. نعم. اي، والحين زكيته مثلا احمد باغر من ضمن الحكومه، يعني معنى الشيخ ناصر محمد ما كان متعاون وياكم او ما كان متعاون؟ لا لا لا، احنا مو الموضوع مو كذي. احنا قلنا لك ان الشيخ ناصر قبل ان يكلف كنا بالبر، وقلنا لو كلف راح يصير في مشاكل سياسيه. نعم. وفي ناس متوعده ومتحلفه وكذا، فقلنا يفضل ان احنا لا يكلف. لكن طيب وان كلف، فهذا رغبه صاحب السمو. انت الان تتعامل مع هذه الرغبه حتى يتبين لك شيء بالعكس، ذيك ساعة يكون لك موقف مبدئي. لكن الآن وإن كلف بالبداية راح تكون حكومة جديدة، فلازم الحين تعطيها فرصة شوية تشتغل وبعدين تقيمها. أبو عبد الوهاب، التجمع السلفي شنو برنامجه اللي راح يذكره، وشنو راح يسوي في حال وصوله تحت قبة عبد الله السالم؟ القضايا اللي راح يتبناها معنا صح؟ شوف، احنا يمكن مو أول مرة يعني بادين يعني ننزل انتخابات، يمكن ولعل برامجنا راح تكون شبه مكررة بالسابق، يعني لعل القضايا الكل يتفق فيها أخوي الداح، يعني لما تقول قضايا التعليم ولا الصحة ولا الأمن ولا البطالة والشباب. لكن أنا ودي ما تكون نظرتنا تكون دقيقة أكثر لوضعنا في الشرق الأوسط الإقليمي. الإقليمي مهم هذا الوضع، الأمني أيضا مهم جدا، بس أنا شنو ودي؟ أنا ودي نطلع من التنظير وايد. ترى إحنا مشكلتنا بالكويت ننظر وايد، ننظر وبدون
يعني كل المرشحين الحين بيطلعوا لك بنظريات ويعيشونك بامال واحلام، يعني خليك واقعي. انا قاعد اقول لك احنا بالكويت، انا وجهه نظري منت محتاج الى تنظير ولا انت محتاج الى زياده قوانين، زين احنا محتاجين الى رجال اكفاء في الحكومه على بوزنهم يطبقون القوانين الموجوده ويطبقون الاقتراحات ويطبقون خطه التنميه اللي مقرره صار لها سنتين بقانون مو متحركه. احنا هذا اللي محتاجينه، هذا اللي لازم يطلع المجلس بافرازات قويه وتتشكل حكومه توازي هذه الافرازات. بدون كذي لا نضيع وقتنا. ابو عبد الوهاب، شنو الشيء اللي ما قدمه في المجلس السابق التجمع السلفي وبرايك انت محضر انك تقدمه في المجلس القادم؟ شوف انا يعني القادم. انا ودي يعني كتوجه احنا قدمناه يعني من قبل. لعل كان اكثر تركيز لنا يعني هو التفكير المستقبلي. الحين شنو اللي قاعد يواجهنا الحين؟ اللي قاعد يواجهنا مخرجات التعليم، عرفت قصدي؟ والوف عشرات قد تكون مئات الالوف من الشباب والشابات الكويتيين قاعد الان يدخلون على سوق العمل. للاسف انا اتحدى يطلع لي واحد من الحكومه يقول لي شنو خطتهم خمس سنين حق هذه الالوف من الشباب، عرفت قصدي؟ هذه الخطه حتى يعني موضوع الشباب احنا لا يعني انت يعني نتكلم الشباب الشباب يا اخي اطرح شيء. احنا طرحنا ان مشروع قانون لما كنت انا موجود، ان مشروع ان نفتح فرص ومشاريع صغيره للشباب، وحطينا مبلغ 2 مليار وقدمناه كمشروع قانون على اساس ان جازمين ان الحكومه مستحيل مستحيل راح تستوعب كل الالوف هذه اللي راح يجون، فلا بد يكون عندك نظره مستقبليه انك توجد فرص عمل كبيره حق الشباب الكويتي. اللي الحين شنو تفكيرك انت؟ واحد دائما تفكيره في المستقبل، اذا كان شاب هو تفكيره بنفسه، اذا كان ولي امر هو تفكيره بابنه، لان هذول اللي راح يعمرون البلد. فبالتالي انت اذا بتطلع لي بمشكله بطاله الحكومه في القادم من الايام مصيبه هذه. فضل. اذا الحكومه بوجهه نظرك تقول لابد يحط لها تخطيط، لابد لها تكون خطه خمسيه، لو عرضت عليك الحقيقه بالوزاريه تقبلها؟ ضحكت شوفت معي. والله شوف يعني انا من زمان يعني من يمكن اول ما نزلت الانتخابات ب 2008 كنت يعني قلت انا مرشح كعضو مجلس امه ولا اصلح لهذه الوزاره، ويمكن انا طبيعتي بعد ما اصلح لهم هم يدرون ليش اني انا ما اصلح. ليش ما تصلح؟ يمكن انا شويه اتناجر شويه ما، فتركيبتي ما تصلح حق الناس اللي ولو لو عرضوا على احد بالتجمع السلفي انك والله يعني هو يكون في تقديره، هو المبدا مو مرفوض، لكن انت تسالني عن وجهه نظري انا ما اصلح لهذه الاماكن. ما شنو حاب تقول لناخبين الدائره الثانيه وتبشر خير لمشاهدينا ولابناء هذا الوطن في عمليه الاختيار في الدوائر ككل؟ شوف يعني السنه الثانيه والدوائر يعني ككل. اخوي بداح يعني احنا خلينا نكون واقعيين وموضوعيين لما احنا نتعامل. مجلس الامه هذا يا اخوان هو المجلس يعني يشرع ويراقب للبلد ويدير البلد بصح التعبير، وبما ان احنا ابناء هذا الوطن اذا هذا المجلس هو عصب البلد، فبالتالي هو الشريان المقضي. فانت كانك الان جسمك انت مثل ما انت حريص على صحتك وما تدخل الى هذا الجسم الا شيء صحي وما يسمه وما يلوثه، كذلك يا اخي هذا مجلس البلد اعتبره قلبك يعني اللي يضخ لك الدم. كن حريص انك ما تدخل نائب سيء، نائب مرتشي، نائب فاسد، لان اي واحد راح يدش راح يلوث هذا القلب وهذه المضخه اللي هي قلب البلد النابض اللي هو مجلس الامه. فانا اتمنى يا جماعه احنا يعني الان مو صعوبه انك تعرف المرشح السيء والمرشح الزين، المرشح الصادق من الكاذب. فاتمنى ان احنا نفكر شويه في الكويت ويكون معيارنا معيار البلد ان الكفؤ والامين، هذا هو المعيار الرئيسي. في الكل من المرشحين يعني يتغنى في عمليه خلينا نخاف على البلد، خلينا نخاف على ديلتنا الكويت، مو يتغنى لازم يتغنون فيها، في ناس يتغنى، في واحد واقعي في هذا الحديث، ولما يصل تحت قبه عبد الله السالم ينسى هذه الاقاويل وينسى هذه الوعودات. لا حتى لا حتى تليفونه يتغير. لا مو صحيح، في ناس معروفه اخي بداح، يعني في بعض الاعضاء يا اخي معروف ان اصلا اداءه، يعني انا ضربتك مثال، في بعض الاعضاء اداءه لما بالتقييم صفر، ما مو مقدم اي اداء، صفر، ما يحضر ما يقدم، عرفت قصدي؟
قد يكون عليه سوابق، قد يكون عليه بلاوي الدنيا ويرد ينجح. تقول لي يعني بتقنعني من انتخب هذا الشخص انتخبه على معايير او انتخبه على اداء او انتخبه على مصداقية ولا انتخبه على مصلحة شخصية؟ لما اتي الحكومة تسلب حقوقي وحقوقك المذكورة في الدستور مثل العلاج والتوظيف وتضعها بيدها هذول المفسدين من النواب عشان تكون حاجتك عندهم وبالتالي يسوي عليك جميلة تروح تنتخبه وتضمن تصويتهم وتضمن ولائهم داخل المجلس عشان تحمي نفسها. هذا أداء، هذه بلد تمشي، ما راح تمشي كذي بالطريقة يا أخي. إذا كان العلاج والتعليم والبعثات الدراسية والتوظيف بيد هذول ما نبي يبقى العلاج، احنا هذه حقوق كفلها لنا الدستور، ما نبي حكومة فاسدة تخلي مصالحنا بيد الفاسدين. يا أخي نبي نظام يصير في البلد يا أخي على الجميع، أنت كويتي تستحق العلاج تعالج، تستحق التعليم تتعلم. أنا قصدي خاصة أتكلم عن التعليم اللي مثل موضوع البعثات وغيره اللي تكثر فيه الواسطات. أبو عبد الوهاب، ودي أتكلم عن موضوع اقتحام مجلس الأمة، إيش رأيك فيه؟ خاصة في سمعنا إن في مشاركات من بعض. أنا شوف رأيي يعني الحمد لله ما راح أتكلم الآن طرح انتخابي لأن الحين وقت انتخابات كل من راح أتكلم. أنا كتبت تقريبا 4 مقالات أقول إن دخول. نبي الزبدة، زبدة في المقالات هذه. خطأ ما يجوز دخول مجلس الأمة بهالطريقة هذه. ولا نأيده زين. ولا نقر وكنا نتمنى انه ما يكون، لكن ايضا في نفس الوقت ايضا احنا ضد التعسف وضد تحميل الحدث اكبر مما يحتمل وضد زج الناس اللي ما سو في ناس يا رجل ما دشت المجلس قبض عليهم قطة 8 ايام. بس في مشاركه من التجمع السلفي بالاقتحام؟ لا كتجمع ما شارك، ما حد شارك فيهم. ما تجمع، انت تقول تجمع كان كتله سياسيه شاركت، ما شاركت. قد يكون في افراد شارك في ظروف معينه ولاسبابه. نعم في موجودين لكن ما كان في توجه ان نروح نشارك. فهد الخنا ما مصالح شارك، لكن اعتقد طلع في اكثر من هذا وبرر سبب دخوله المجلس. دخل اقول لك هو برر الرجل، عاد انت تقبل تبريره ما تقبلها، بس الرجل مو سر يعني دخل وحيل النيابة وحبس. نعم كلمتك الأخيرة حق مشاهدين تلفزيون الشاهد. أول شيء أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أنا كان بودي إن كل هالأوراق هذه تطلع. والله شوف أنا مجهز بس إذا فيها شيء ما شاء الله رئيسي. لا أنا بس أبي أكد شيء معين إن يعني مثل ما قلت لك أنا الحين في الانتخابات الكل يتكلم وكل ينظر وكل يعني يعطي الأماني. أنا ما حبيت يعني أنظر وايد، حبيت أني أقول أنه دائما نحط قاعدة. أنا نائب سابق وفي مرشح جديد، النائب السابق لا يتفلسف ينظر لأن أنت دشيت قول ليش قدمت، قول لي شنو عطيت، قول لي شنو أدائك. الجديد من حقه أنه ينظر ويقول بقدم لأنه هو جديد. فأنا كنت حريص أنه أجيب الإحصائيات ويجيب الأوراق وأقول قدمت، وكان أتمنى تكون عندي فرصة اني انجز بما قدمته. عرفت قصدي؟ انا بديت في البدايه قدمت، باقي اني اتابع وانجز، لكن للاسف ما اتيحت لنا فرصه. فانا اتمنى ان تتاح لنا فرصه حتى نقدم شيء. اعتقد ان عندنا من مجهود وكان لنا يعني تجارب سابقه سواء كان في التعاونيات وغيرها، الحمد لله قدمنا شيء والناس شافته. فاتمنى انك تقدم على اكبر للبلد، لان في النهايه احنا عيال بلد، واذا عيال بلد ما يقومون فيها ولا يعمرونها ما راح يجيك الغريب يعمرها. فأنا أتمنى أن يعني تكون لنا فرصة وننجز ما قدمناه ونتم ما قدمناه، ويعني في النهاية الرأي للناخب، وإحنا مجرد نطرح ونستعرض أفكارنا وللناس لها قناعاتها، قد تقتنع قد ما تقتنع. إحنا نحترم الناس ونحترم آرائهم، وبما أن إحنا يعني نترشح ونعرض نفسنا للناس لا بد أن نتقبل رأي الناس فينا. نعم. أخوي عبد اللطيف العميري مرشح الدائرة الثانية، نشكرك على حضورك معنا في برنامجنا انتخابات مجلس الأمة 2012 ونتمنى لك كل التوفيق بإذن واحد. مشكور ما قصرت، حياك الله. أخوي ناصر العطية كلمتك الأخيرة. أول شيء أشكرك أخوي إبداح وأشكر أبو عبد الوهاب إنه كان ضيف عندنا خفيف، وإن شاء الله ما ثقلنا عليه بالأسئلة. يعطيكم العافية. وهذا كله لمصلحة المواطن طبعا بشكل عام، فإحنا موجودين هني نستقبل جميع المرشحين مصلحة المواطن، وإن شاء الله باكر راح يكون عندنا ضيوف أكثر أخوي إبداح، إن شاء الله، وإن شاء الله راح نتابع معاهم نفس الآراء والأفكار لمصلحة الكويت إن شاء الله. كذلك أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة حلقتنا وبرنامجنا انتخابات 2012 في كل يوم الساعة 8 لغاية الساعة 10. دائما نتحدث مع مرشحين اللي موجودين عندنا هني
بأريحية، وهم كذلك يجاوبون معانا بأريحية لمصلحة هذا البلد، لمصلحة هذا الشعب. الله يحفظنا والله يرعانا، ونحسد على هذه الديمقراطية اللي احنا عايشينها بإذن واحد أحد من جميع الدول اللي حوالينا. أحب أذكركم مشاهدينا